بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجي منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانه الغوث خلصنا يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر الغافر
يعلم ما في السماوات وما في الأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومن أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله بك يا ولم يكن له كفوا أحد.
من سبقت رحمتك لي فشفعني فيهما حتى نجتمع مع محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. اللهم قال ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. اللهم سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من تقائك من النار وطلقائك من جهنم يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وكل عين باقية إلا عين بكت عليك يا رب. فالنزر الحسين الزفرات والحسرات والدموع. فكما جاء عن إمامنا الصادق سلام الله عليه: اللهم ارحم تلك العيون التي سالت دموعها حسرة لنا. اللهم ارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لمصابنا. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا حسين. وكأني يقول لابنائه الحسن: يا ولداي وقد تظاهرت عليكم الفتن من هنا وهنا، فأنت يا أبا محمد فتقتل مسموما مضطهدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة فعليك بالصبر وتقوى الله. وأما حال زينب تبكي. وأنت يا زينب أنت الوديعة يا بني يا بني يا زينب. ويلتفت لأبو فاضل ويقول لي: أبو فاضل أوصيك يا نور عيني يكفلها تبقى درايم الغرب من بعدها لها. I'm
أجبتكم براغ الأغنياء. وخذ إيد أبو فاضل وحطها بإيده والحسن والحسين يضمه. آخ وإذا بأمير المؤمنين مع العباس يقول هذه وديعتي عندك أوصيك بها وبالحسين خيرا. وإذا أبو فاضل يريد طيب خاطر أبو شقلة يسمع شقلة يقل بجاه مكسورة الضلعين قسم من أبو فاضل يقل بجاه مكسورة الضلعين والله حتى الشمس أطفيها بس يرضى الحسين بس يرخص لي حسين بس يعذرني بس يعذرني لمن قطعة مني الجفين. ذكر أبو فاضل باب الحوائج هذا يقول أما الوديعة عيوني يا أبو يا خدرها يا أبو يا روحي ودمي يا بعد إلي طوع عمرها بس عذرني يا أبويا ليش مور بعد يسرها يقل لي يا أبو الفضل يقل لي يا أبو فاضل انت حامل الراية أوصيك يا ابني لطبت النهار لتخوض مايا واسي أخوك حسين وأولاد ضمايا يا ابني يا عباس يا ليث الحريبة قل أوصيك أنا بحسين وزينب الغريبة والطفل يا عباس ليه الما يجيبه يقول انتخب حين سمع عباس أمرك يا أبوي على الرأس خل تشهد جميع الناس ترى هي شيمتي زينب وفن يوصل قيمها يا أبوي. مشتاقين لزينب سلام الله عليه حرمونا من الزيارة قاتلهم الله. نتوجه إلى أبا عبد الله نزور سيدي ومولاي أبا عبد الله زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن إخواني وأخواتي وأقربائي وأصدقائي وجيراني وعلى الخصوص من قللني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي السلام عليك يا وارث الحسن الشهيد صبطي رسول الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن البشير النذير وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره
السلام عليك أيها الوتر الموتون، السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي، وعلى أرواح حلت بفنائك وأقامت في جوارك ووفدت مع زوارك. السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار. لقد عظمت بك الرزية وجلت المصاجل المصاب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سكان الأرضين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلوات الله وبركاته وتحياته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين وعلى ذراويهم الهداة المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحان وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخ الشهيد يا أبا الشهداء. اللهم بلغ عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلاما. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين، وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا. ما اتصل الليل والنهار. السلام علي الحسين بن علي الشهيد، السلام على ابن الحسين، السلام على علي بن الحسين الشهيد، السلام على العباس بن أمير المؤمنين الشهيد، السلام على الشهداء من ولدي أمير المؤمنين، السلام على الشهداء من ولد الحسن، السلام على الشهداء من ولد الحسين، السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل، السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله، أنا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار قرى وقراي في هذا الوقت
أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فكاك رقبتي من النار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وسلم.